تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية الواد على الساعة 1:10 صباحا على إثر حادث مرور مأساوي يتمثل في اصطدام بين حافلتين. الحافلة الأولى تربط بين ولايتي ورقلة وجيجل، الحافلة الثانية تربط بين ولايتي ورقلة وسيتيف. الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 ببلدية سيل دائرة المغير، حيث خلف الحادث وفاة 12 شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم من طرف أعوان الحماية المدنية ثم نقلهم إلى المستشفى المحلي لدائرة المغير، أيضا المستشفى المحلي لولاية بيسكرا. في هذا الحادث تم استعمال 13 سيارة إسعاف و3 شاحنة إنقاذ و16 فرقة لتدخل أعوان الحماية المدنية.